طيب، تفسيرات كتيرة للي حصل ده. عموما مش هنفتي، ومعانا على الهاتف الكابتن ناصر عباس المحلل التحكيمي. كابتن ناصر مساء الخير. مساء الخير عليك ابراهيم بيه، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لعادل بيه وكل جماهير النادي الاهلي المتابعه للبرنامج. كابتن انا عايز تفسير، امتى ممكن الحكم يشوف دم في ارض الملعب وما يسالش عن سببه؟ هل ده منطق؟ خلينا نتكلم يا ابراهيم بيه في البدايه. البدايه الخاطئه دايما النتائج بتاعتها بتبقى خاطئه. انا النهارده 25 سنه حكم دولي وادرت اكثر من مباراه صعوبه اللي هي مباراه القمه الكبيره، واشتغلت 8 سنين او 7 سنين في لجنه فنيه مسؤول عن الفنيات للحكام. هذه المباراه النادي الاهلي او المصري او الاهلي والاسماعيلي دائما وابدا انا كلجنه التعيين انا بحملها مسؤوليه اولا في تعيين الحكم وليد عبد الرازق. دي نمره واحد، لان انا النهارده هذه المباراه محتاجه حكم دولي له خبرات، حكم دولي لعب هذه المباريات حس بضغوطها يقدر ازاي يتعامل مع هذه المباريات الكبيره. انا النهارده يعني مع احترامي لوليد، ووليد حكم من الدرجه الاولى من مدارس المحليه، وقد يكون وليد النهارده ظلم في تعيينه في هذه المباراه يا ابراهيم، ظلم تماما. وانا بقول بحمل مسؤوليه تعيين هذه المباراه للجنه الحكام. كان عندنا محمود البنا موجود، كان عندنا محمد الحنفي موجود، احمد الغندور موجود، اكثر من حكم دولي يدير هذه المباراه. النتيجة ان دي مباراه تندرج تحت صعوبه عاليه جدا جدا جدا. وبناء عليه النهارده شفنا اكثر من حاله ابراهيم بيه، بدايه من حاله قفشه. وانا هسال سؤال، هل الحكم في هذه الحاله يعني يقدر يقدر التفاصيل هذه اللعبه؟ هذه صعبه على الحكم ان هو يقدر تفاصيل من الذي نجح في لعب الكره؟ من الذي ارتكب المخالفه؟ هذه حاله من الحالات الصعبه، عشان كده عملنا الفار يا ابراهيم بيه. السؤال هنا اللي انا شايفه بامانه ان هنا قفشه نجح في لعب الكره، وهو وصل للكوره قبل الايد حارس مرمى المصري محمود كامل. طب انا النهارده حتى لو انا ما حسبتش كحكم وخبراتك التحكيميه رحت شفت دم موجود على اللاعب، هذا الدم انا بسال نفسي سؤال، يعني هل اللاعب هو اللي عور نفسه؟ هل اللاعب هو اللي اصاب نفسه؟ اكيد في تدخل، في مخالفه تمت، وهنا بنقول ان هنا في تدخل بالايد في وجه قفشه. كان يجب على الحكم عبد العزيز السيد حكم تقنيه الفيديو، لان هنا وليد لم يشاهد التفاصيل كامله في هذه الحاله، ما شافش تفاصيل غير ان هو شاف الكره بتتحرك، ما شافش مين لعب، ما شافش الايد راحت فين. كان يجب على حكم تقنيه الفار استدعاء الحكم، وهو هنا يجي يقدر اللعبه وياخد القرار الصحيح في هذه الحاله. انا بقول من وجهه نظري هناك ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لقفشه نتيجه مخالفه اليد الواضحه في وجه قفشه. دي واضحه، وكان على عبد العزيز السيد يستدعيه حتما. لابد ان هو كان، لان دي حاله من الحالات ان الحكم هو بياخد القرار فيها يا ابراهيم بيه. وانا قلت ليه الحكم يجي يشوف ليه؟ لان في الملعب صعب قوي على اي حكم يشوف التفاصيل الواضحه اللي احنا شفناها في اللقطه اللي احنا مش شايفينها دي. وبالتالي هو الفار اتعمل ليه؟ الفار اتعمل عشان يوضح للحكم الحالات اللي هو في الملعب ما بيشوفهاش بشكل كويس. الفار اتعمل عشان هو يروح يشوف ويأكد وياخد القرار في هذه الحاله اللي انا بقول حاله من الحالات اللي كان يجب استدعاء الحكم ليه. ما انا مختلف معاك يا كابتن ناصر، الحكم قدام الواقعه تماما وراها بوضوح، ومن الزاويه اللي من ناحيته الكوره موجوده، هو كان يعني يمكن يامل ان شريف يجيبها جون ويخلصه من المأزق ده، لكن ده ايد وكوع وفيلم كبير يا كابتن ناصر. مش عايز اعفي الحكم، ولكن المسؤوليه الاكبر بالتاكيد تقع على الفار، اللي الناس كلها عماله تقول لك الفار الفار. ما هو طبعا الفار بالطريقه دي ما هو اللي بيدي البطولات مؤكد. انا هدي مثال لحضرتك يا ابراهيم بيه. بالنسبه لهذه الحالات في الدوري الانجليزي، هذه الحاله حدثت بالفعل في الدوري الانجليزي. اللاعب المنافس استخدم الكوع في وجه لاعب المنافس. هنا الحكم اشار باحتساب المخالفه فقط ولم يشهر البطاقه الصفراء او الحمراء. عندما ذهب للاعب اللي هو فقط، فوجئ ان اللاعب اللي هو يعني اتعاملت معاه المخالفه ان نفس الحاله بتاعت قفشه، ان هنا في دم حدث نتيجه المخالفه. على الفار، هو ما استناش الفار، هو اشهر البطاقه الحمراء فورا لما شاف ان الدم على اللاعب، هو اوتوماتيكلي
لابد ان الحكم هنا كان حتى على الاقل على الاقل لما بيشوف يعرف السبب في دم هنا اكيد اكيد في سبب حصل، وبالتالي حتى لو الفار ما استدعكش يا وليد انت معاك الكوميونيكيشن سيستم. يا عبد العزيز من فضلك شيك على اللعبه من كل الزوايا وشوف لي مين نجح في لعب الكره الاول. يا كابتن ناصر انا عايز الفت النظر في اللعبه دي بالذات. يعني لو الكره عرضيه وقفشه في السكس يارد وناطت مع اللاعب ممكن يحصل التباس انهم خبطوا في بعض نتيجه يعني نقعد نتكلم، لكن ده قفشه على نقطه البينالتي اريا والجون طاير عليه طاير، يعني ما فيش حاجه تدعو الى الاحتكاك خالص. بالظبط يا كابتن ابراهيم، وانا اقول هنا حاجه مهمه جدا. فيعني هو اصل دي تعرف الواقعه دي مستفزه الواحد في ايه؟ او بعد حتى نقطه الجزاء. ايوه. يعني مساله يعني انا ابراهيم بيه انا بس السؤال يا عدلي بيه هو مين راح على مين يعني؟ ما ده اللي انا بقوله. خلينا نروح نجيب الحاله كده تاني بعد اذنك ونشوف ان قفشه هو اقرب للعبه. هنا بنشوف ان حارس المرمى انتقل من الستة ياردة وطار عليه راح، وهو اللي راح على قفشه. اذا هنا هنشوف هنا الحارس هو اللي رايح هنا، هو اللي رايح هنا. خلي بالك يعني يا كابتن ناصر الحكم ده تقول لي ما صعب عليه، صعب عليه في ايه؟ على فكره هو عمودي على اللعبه بالظبط. عمودي ده هو يعني هم الاراده ان ما تحسبش حاجه للنادي الاهلي دي اراده. في حاله يا ابراهيم لما الحكم حتى لبس عليه الموقف هو مش متاكد قوي. طب ما انت عندك في النهايه شاف النتيجه استعين بتقنيه الفار وروح شوف بقى الحاله وشوف مين اللي ناجح في لعب الكره وشوف مين اللي جه على مين. ده لو كان عايز يحقق العداله يا كابتن ناصر، لكن في دماغه هو جاي متبرمج على حاجه ثانيه. لا ده انا هروح ليه لحاجات تانية يا ابراهيم بيه يا عدل بيه في حاجات تانية. وعلى فكرة اللي مخليني يعني بقول الكلام ده بهذه الثقة واول مرة في حياتي تتقال كده، ان الوقت البدل من ضائع في اخر المباراة كشفوا تماما. لا هو موضوع بقى طيب يعني احنا لو يعني يا ريت لو عندنا في حالة الوقت الضايع. وانا بس عاوز اوجه رسالة لكلاتنبرج واللي حكم المباراه، لو تسمح لي بس يعني لو في اللقطه بتاعه محمود جاز هي من كره ثابته نشوفها بقى ونشوف الحارس هنا عمل ايه ونشوف الحكم تصرفه كان ازاي. انت بتتكلم على الوقت بدل من ضاع عشان المخرج يربط معاك بس. بالظبط احنا بنتكلم في نهايه المباراه، هناك كره ثابته للنادي الاهلي، هناك كره ثابته للنادي الاهلي بتلعب هنا. حارس المرمى واقف لوحده تماما يا استاذ ابراهيم. وبعدين فوجئنا ان الحارس فقط لوحده. سؤال هنا يعني انا كحكم اهي انا كحكم النهارده أهي. هنا نشوف هنا الحاله دي مهمه قوي. بصوا النبي ايه اللي حصل. على فكره الراجل لوحده خالص. على فكره دي كانت في الدقيقه 93 وشويه. انا بقى يعني حاجة. شوف بقى رجع امتى. هنربط بقى يا ابراهيم بيه بعد اذنك. انت اديت 6 دقايق وقت ضايع يا كابتن وليد. واحده بس نيجي ونشوف انت هنا كره ثابته اللعب وقف ثم اتجهت لحارس المرمى. طب انا عاوز يعني اديني تفسير لاحد اعضاء الجهاز الفني اللي موجودين داخل ميدان اللعب. النهارده انت بتدي الكاب 7 حاجات انذار اوكي، والاداري جوه الملعب سعفان جوه الملعب احد اعضاء ده سعفان هو اللي بيشاور للجون بتاعه وقع راح وقع. بالظبط كده طبقا للقانون هذا المنظر ابدا المفروض يعني إيه. ده مش بس ساعتين يعني هنشوف المنطقه الفنيه هنا وحسام ابراهيم طول الوقت اكتر من لاعب الاجهزه الفنيه او اكتر من اعضاء موجودين خارج المنطقه الفنيه. السيطره على المنطقه الفنيه دي نمره واحد. نمره اثنين، انا النهارده طبقا للقانون في انضباط المنطقه الفنيه هو واحد بس هو اللي بيدي تعليمات للفريق اللي هو المدير الفني المدير الفني او ما ينوب عنه واحد فقط لا غير. لان يبقى عندي 6 واقفين في المنطقه الفنيه والكابتن سعفان داخل ميدان اللعب وبعدين كل الامور دي تعدي. انا بدل ما وجد الكابتن سعد عبد الحفيظ انذار لما جه كلمه وبعدين ما انا هربط بقى ابراهيم بعد اذنك. بس انا جايب الحاله ديت ليه؟ جايب الحاله ديت ليه؟ لان انا النهارده انا كحكم المفترض انا بوفر بيئه امنه للاعبين داخل ميدان اللعب. بمعنى يشعر اللاعب تماما ان هناك العداله على الفريقين
يشعر اللاعب ان انا يعني من الحكم، ان الحكم هنا بينفذ التعليمات وينفذ القانون وكل لاعب بياخد حقه. لما انا اشوف الجهاز الفني تقريبا على خط خارج المنطقه الفنيه هنا يعاقب المفروض الجهاز الفني. لما اشوف ان هنا مدير فني اثناء تنفيذ ركله وحارس المرمى بيسقط من غير ما في اي حد بيروح له اهو ولا التحام. وعلى فكره انتوا هتشوفوا بعد شويه اعتراف محمود جاد بنفسه، هنشوف اعترافه بعد كده، بس اهو ده الكابتن حكم المباراه وليد عبد الرازق وانت شايف ده بنفسك. هنا ابراهيم انا ابراهيم هنا راح لحارس المرمى شوف بس كده وبعدين انا النهارده يعني هو مين ياخد الانذار؟ ده السؤال. هو حارس المرمى المفترض الاول حارس المرمى بالظبط، لان هو سقط بدون اي مخالفه وبالتالي انا لازم اعاقبه على هذا تضييع الوقت. اقول الوقت دوت حصل في الدقيقه 93، انت اديت 6 دقائق وقت بدل ضايع يا كابتن وليد. وعشان كل الساده المشاهدين ما يربطوش بس ما بين ان احنا بنتكلم في وقت، لا احنا الوقت ده هو حق للفريقين يا كابتن ابراهيم. حضرتك اديت 6 دقائق وقت ضايع، اولا هنا اللعب اتعطل بسبب محمود هو جهاز. عطل اللعبه دي كام دقيقه؟ هو خدنا تقريبا دقيقه ونص تمام لما راح للعيب ينزل ويتكلم مع الكابتن حسام ورجع بالظبط. بعد كده حصل كالاتي، هناك تغييرين حدثوا في نفس الست دقائق يا ابراهيم بيه. احنا في تغييرين تموا للنادي وده اللي سعجيلك انا. تمام، دولت من 6 دقائق اللي اتحسبوا وقت ضايع. هو ليه اعترضت اللاعب الاهلي؟ اولا لعيبه النادي الاهلي ما بتعترضش، ان اللعيبه اعتقد عندهم ثقافه ويعني كلهم ناس يعني على خلق بيحاولوا يبقوا يعني سلام شويه. بتعترض على ان الهجمه لسه ما زالت، لو رحنا كده للهجمه يعني خلينا نستهدف في اللعبه ديت بحوزه الاهلي هنا الهجمه لسه ما زالت النادي الاهلي في الثلث الهجومي او الثلث الدفاعي للنادي المصري. هنا مفترض يا وليد انت اديت 6 دقائق ضاع منهم دقيقتين على الاقل على الاقل. خلينا نقول هنا في هجمه، نقف بقى هنا بس انا هنا ما ينفعش انا توقيت انتهاء المباراه يا وليد كان يجب على الاقل تضيف او تنهي اللعبه ديت او تنهي الهجمه دي. بص يا كابتن هو حتى في دي يعني خلينا انذار محمود متولي، لانه متولي عنده انذارين الانذار الثالث يغيبه ماتش القمه، واضح ان المساله لما متفطمه كويس. هو مذاكر. بص اللي بيتعترض مين هنا اللي بيناقشه؟ حمدي فتحي. متولي جه اول ما جه راح مديله الانذار. بصوا بالظبط كده تتعاد تاني والنبي يا كابتن، لانه الناس لازم تشوفها. اللي بيناقش الحكم حمدي فتحي اهو، ما ادالوش الانذار اهو. بص بقول له ابعد امشي وعبد الهادي. بص هو انا بص هو بص أنا بص متولي اول ما جه على طول الانذار، لانه هو متولي طول المباراه كان حذر جدا انه ما ياخدش انذار لانه عنده انذارين. فواضح ان الحكم متملي مين اللعيبه اللي عندها انذارين. استنى بس لان هيتقاول عليه هو يقدر يتقاول عليه، لكن رد فعل متولي هيتجنن لانه هو مش عايز ياخد انذار، فهيقول يعني انت بتديني انذار ليه؟ انا عملت حاجه؟ ده هو ما لحقش يكلمه. بص مجرد ما متولي ده ما خدتش ثانيه، يعني حمدي فتحي هو اللي بيناقشه. عشان كده بقول لكم استوديوهات التحليل اللي طالعه بتشيد بوليد عبد الرازق مدحت شلبي، هي اشاده لانه حقق المراد، لانه هو مدحت شوفوا الاسبوع اللي فات واللي قبليه واللي قبليه بيعمل ايه مع النادي الاهلي ومشاكله وقضاياه، وهو راجل خلاص قرر انه يمشي في خط ضد مصالحك. بيشيد انا بهدي لك يا كابتن مدحت، قولوا لي بس يا جنرال التعليق قولوا لي بس يعني ادي حمدي فتحي بيناقشه بيقول له يا كابتن لسه ده الوقت هو اللي ضاع. عايزين 3 لقطات يا استاذ ابراهيم بديها اهداء للكابتن مدحت اللي بيقول لك حكم ممتاز دي، والوقت بدل من ضايع، وتوجهه لاعطاء الانذارات خارج الملعب وعودته دون ان ينذر حارس المرمى واحتساب الوقت المحتسب بدل من ضاع وضربه الجزاء التي يعني لا تغتفر ولا ننساها اطلاقا الوسط الرياضي. هو تسمح لي ابراهيم ببدا اعزز لك بس نجيب الحاله دي تاني بعد انتهاء الصفاره، بس انا ليا كلمه مهمه جدا في هذه الحاله. اتفضل ادي الصفاره. خلينا بعد انتهاء الكره على حدود على هنا مشارف ال 18 صفر. ليه اللعيبه اعترضت يا كابتن؟ او ليه حمدي فتحي؟ اولا حمدي فتحي من حقه يعترض، وانت تتقبل هذا الاعتراض يا كابتن وليد، ويجب انك انت تكون هادي جدا، لان الحكم دايما يعني هو ما بيبقاش هو متماشي مع انفعالات اللاعبين او اعتراضات اللاعبين. وهنا حمدي فتحي بيتكلم على الوقت بدل ايوه الوقت يعني ضاع.
الوقت اللي انت حسبته ضيعته. انا النهارده انا كلاعب من حقي بكلمك بعد انتهاء المباراه بان هنا انا ليا وقت ضايع لم يحتسب، وده متوقع يا وليد ان اللعيبه هتيجي تعمل شوف البصه اللي بيبصها بس. يجب عليا انا كحكم يعني التزم الهدوء ويكون عندي الثبات الانفعالي، لان انا النهارده بتعامل مع لاعب هو اللاعب من حقه بيدور على حقه، ومن حقه ان في هجمه كانت موجوده ليه والمباراه انتهت، فبالتالي لابد ان انا امتص غضب اللاعب. مش بقول انك انت اللاعب ان هو يغلط او حاجه، لا، ولكن هو راجل بيعترض على ان الوقت ما خدوش. طب السؤال هو انا النهارده لما حمدي جه اعترض هو محمود متولي بياخد البطاقه ليه؟ اهو بص الحوار اهو، بص اول ما شاف متولي راح مطلع الانذار. بص التربص بقى، لسه ما اتكلمش ده هو جاله التربص بقى بمتولي. هنا نشوف بقى كابتن سامح حفيظ، هو كابتن سامح حفيظ هنا جاي يلم اللعيبه، بيقول له بيحوش اللعيبه عشان محدش ياخد بطاقه اكتر من كده. لسه بيتكلم راح واخد الصفره. طب يا كابتن وليد انا ما عنديش مشكله تدي كابتن سعد صفره وتدي محمود متولي صفره، بس المعامله تبقى على الفريقين، المعامله تبقى على الجهاز الفني اللي خرج خارج المنطقه الفنيه ولاعب او عضو من اعضاء الجهاز الفني بينزل الملعب وللاسف الشديد ما حدش بيتلقى الطاقه منهم، وفي ثانيه واحده بتشهر البطاقه الصفراء للكابتن سيد وللكابتن محمود المتولي اللي اعتقد ان هو لم يرتكب ابدا خطا. هو ما لحقش يكلمه، ده هو اول ما شافه قدام عينيه راح مطلعه له. يعني يلا خلاص يا كابتن عشان ننقل على النقطه الثانيه. يعني طب يا كابتن فيما يخص الوقت بقى يا كابتن ناصر، بالظبط زي ما قلت لحضرتك احنا الست دقائق هو لما الحكم بيضيف ست دقائق او خمس دقائق، هنا القانون بيقول له ان هناك وقت بدل ضائع للوقت اللي انت حسبته. حضرتك اديت ست دقائق، هذا الست دقائق حصل فيهم ايه؟ توقف اللعب لحارس المرمى ثم اتجاه للمنطقه الفنيه ثم تغييرين حدثوا في الست دقائق على الاقل. حضرتك اديت وقت دقيقه بس فوق السته على الاقل، ما بين دقيقتين او ثلاث دقائق قبل. وزي ما قلت لو انت سبت الهجمه، يعني احنا ما بنتكلمش على هجمه، احنا بنتكلم على حقوق. بالزبط. لو انت سبت الهجمه الاخيره ما كنتش هتلاقي اللعيبه جات لك، او لان كمان توقيت انتهاء المباراه دي ليها كابتن. لو هو حافظ على الوقت بتاع المباراه بغض النظر فيه هجمه ولا ما فيش هجمه، لكن لو حافظ على الوقت اللي استهلك اللي احنا بنتكلم فيها احنا ست دقائق ضاع منهم تقريبا دقيقتين ونص، ضفهم على الست دقائق، يبقى انا النهارده بدل ما انهي 96 بني 98 ونص او بني 98 المفروض. طيب شكرا. على ذكر بقى الوقت، ايه اللي يمنع دلوقتي كلاتنبرج ولجنه الحكام ان تعمل البروتوكول اللي اتطبق في كاس العالم ان يبقى في معايير محدده يضاف على اساس هو الوقت البديل؟ كلاتنبرج هيكمل يا ابراهيم. لا معلش بس انت فاكر اللي يمنع كده؟ والله مش قالوا مش هنكسبه يكمل، خلاص خلصت الليله. بص يا ابراهيم يعني انا يعني هشيد بتجربه لجنه الحكام في الاتحاد السعودي. بعد انتهاء كاس العالم مباشره تم تطبيق اللي هو الوقت طبقا لما دار في كاس العالم. في كاس العالم. هنا بنقول الامور سهله، وانت حضرتك كنت موجود في قطر كلاتنبرج وكان بيحلل. من الدروس المستفاده هناك هو قال لك ايه؟ قال لك من الطبيعي اللي هو الراجل رئيس لجنه الحكام اللي هو المحترم جدا كولينا، قال لك من الطبيعي ان تلعب 90 دقيقه لعب فعلي وليست لعب يحصل فيه ان الحارس يضيع او اللعيبه تضيع. هناك فرق بين الوقت اللي بيضيع اثناء المباراه وفرق بين الوقت اللي بيضيعوه اللعيبه اثناء المباراه ابراهيم بيه. وبالتالي كانت الرساله بقى، شوف الرساله الجميله كانت ازاي. الدور الاولاني كان بيتحسب بال 13 دقيقه وبال 14 دقيقه في كل مباراه وقت بدل ضائع، لدرجه احنا شفنا المباراه وصل الوقت الضايع ل 11 دقيقه في شوط واحد بس. على اساس ان الوقت بتحسب بشكل واضح، التغييره فيها قد كده، الاحتفال بالهدف قد كده، متسعره ومعروفه يعني. بالظبط. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ لما جينا دخلنا على الادوار الاقصائيه لقينا ان الوقت الضايع 3 دقائق 4 دقائق. الرساله وصلت لمين؟ للاعبين، لان هم اللي بيبقوا سبب اكيد في اضاعه الوقت. ودي اهم نقطه بقى، لان صفارة الحكم هي اللي بتظبط الاداء والتكتيك والتكنيك بتاع اللعيب. اذا كنت مش بتحسب الصح يبقى هيستمر في الخطا. بالظبط. انا هنا في فلسفه، ودي من ضمن احصائيات على فكره كاس العالم اللي حصلت، لما عملوا دراسه ان الوقت الضايع في المباراه اللي هي المرحله الاولى
وصلت تقريبا في ثلاث مباريات 53 دقيقة وقت ضايع. لما مروا ومشوا للنهاية لقوا إن الوقت الضايع ابتدت الرسالة توصل للاعبين، فلسفة رئيس لجنة الحكام كلنا وصلت، وبالتالي مفيش حد كان بيضيع وقت، لأن عارف كويس قوي إن الوقت اللي هيضيعه هيتحسب وقت فعلي في المباراة إبراهيم. ده اللي إحنا نفسنا يتطبق هنا عشان خاطر والاتحاد السعودي يطبقه. الاتحاد السعودي طبق فورا على طول، مفيش هزار إبراهيم بيه، طبق فورا. وأنا النهاردة بودي رسالة وبقول رسالة لجلاتن، من فضلك إحنا النهاردة كأس العالم دروس مستفادة كتير، وإحنا في الدوري المصري يعني حدث ولا حرج، اللعيبة عندها يعني حرفية تماما في إضاعة الوقت. صحيح. من فضلك طبق الوقت على الجميع عشان نشوف كرة قدم حقيقية نتمناها إن شاء الله في المباراة إن شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر. شكرا كابتن.